مرحبا بيكو، أنا كرشا مراد المصرية الزملكاوية الأصيلة. قررت إن أنا بكل الحب وكل التقدير وكل الدعم أشجع فريق الأهلي المصري النهاردة في مباراته مع بايرن، لأنه ببساطة شديدة بيمثل مصر، وأنا كمصرية أتمنى إن شاء الله إن هو يشرف الكرة المصرية، وده اللي هيحصل إن شاء الله. اكيد ممكن ما نكونش متوقعين، او الموضوع صعب طبعا وفي تحدي وفي تشالنجز، بس احنا هنشجع بجد بكل الحب والاحترام والتقدير، لان الاهلي يستحق ان هو يكون في المكان دي، لان هو فاز اوريدي على النادي بتاعنا. عشان كده بدعوا كل الزملكاويين هم يأذروني ان احنا نشجع بكل احترام بكل تقدير، مش عايزين مشاكل، عشان اوريدي بدأت اشوف في السوشيال ميديا بدأت تولع وخناقات كتير جدا. لا، في الاخر الاهلي فريق مصري، ولما اي فريق او اي شخص يمثل مصر لازم كلنا نسانده، لازم كلنا ندعمه، لازم كلنا نحترمه ونقدره. بلاش مشاكل، بلاش خناقات على السوشيال ميديا. انا ان شاء الله باذن الله اتوقع ان هو هيكون ماتش حلو جدا، ماتش مليان فنيات، وعايزين رجاله الاهلي تشرفنا ويثبتوا ان مصر فيها لعيبه قويه جدا جدا، والاهلي فيه لعيبه بيعرف يدير المباريات الصعبه. فانا عارفه ان رجاله النادي الاهلي قد التحدي وهيشرفونا بشكل قوي جدا جدا. واعتقد ان اي مصري او اي شخص عربي كمان هيتمنى فوز الاهلي. مش عايزين حوارات يا جماعه، عشان انا عارفه السوشيال ميديا احيانا بيحصل فيها مشاكل كتير جدا، فعشان كده اتس تايم ان احنا كلنا نتآزر ونتجمع ونشجع التيم بتاعنا. ولان انا شايفه ان الاهلي دلوقتي التيم بتاعنا، طبعا لازم نكون انا وابن عمي على الغريب، فالاهلي والزمالك في الاخر فرقتين مصريين، وانا اعتقد ان كل الزملكاويه المحترمين الاصيلين هيكون عندهم نفس المشاعر بتاعتي. وبكره كل ما هيبقى فيه خطورة على النادي الأهلي هنخاف وهنشجع وهنبقى قلقانين لحد آخر لحظة في المباراة. قولوا لي بقى تتوقعوا النتيجة هتخلص كام كام. أنا كراشة مش هقدر أتوقع، من الموضوع مش سهل يعني، بس اللي أنا متوقعه إن احنا هنعمل ماتش كويس جدا جدا، وهنكون وجهة مشرفة للكرة المصرية، وده حاجة حلوة. It's opportunity طبعا للعيبة الأهلي كماركتينج وايز، إن كل العالم هيتفرج على المباراة دي، فاي ثينك ان هي لازم ده يكون محفز للعيبة ان هم يعني they do their best، ان كل الايجنتس بتوع النوادي الكبيرة هيتفرجوا، فهتبقى opportunity ان احنا ماركت للعيبة بتاعتنا. بجد ممكن كل الزملكاوية كلنا نتفق ان احنا بكل الحب وبكل الاحترام وبكل نكون سند لفرقة مصرية اللي هي النادي الاهلي. احنا خلاص ان شاء الله السنة الجاية نكون موجودين احنا كمان في البطولة، لان احنا فرقتنا تستحق. شكرا، بحبكم وبحب مصر وبحب بلدي وبغير على بلدي، فبالتالي بغير على النادي الاهلي، وعايزاه يعمل ماتش حلو علشان خاطر يفرح المصريين. وبتمنى ان بكره ان شاء الله لو النادي الاهلي فاز، او لما النادي الاهلي يفوز، بلاش نقول لو يفوز، ان احنا كلنا نحتفل بقى وننزل نعمل زفه عربيات ونحتفل في مصر كلها، لانها تبقى فرحه كبيره جدا جدا ان شاء الله. شجعوا الاهلي سواء كنتوا اهلاويه او زملكاويه او اسماعيلي او مصري او وات ايفر التيم بتاعكم، لان هو فريق مصري يستحق كل الدعم والطاقه.